الهجنة العربية الأصيلة في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر لعام 2017، حيث نتواصل في هذا السباق المحلي السادس ونشهد انطلاقات هذا اليوم الخاصة لسن الثرايا، وينطلق على بركة الله مشاهدين الكرام الشوط السادس الخاص للقعدان الثنايا من مسافة 8 كيلومترات، ونسير مباشرة إلى المركز الأول. نتابع قراش لدخيل بن سالم بن علي المري مسيطر على مقدمة هذا الشوط، ويقدم لنا قراش في أول التحديات، بينما المركز الثاني يليه للطام لبريك بن محمد بن بريك المري، هذا هو شعار زميلنا محمد بن بريك، يتواجد في ثاني المراكز ويقدم لنا لطام في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يأتي بديع لسالم بن علي لسالم بن محمد بن علي بن صالح بن دوحة المري في المركز الثالث، بينما المركز الرابع الواعي يصل بشعار بن قحيز سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز المري، بينما خامس المراكز وخامس المنطلقين في هذا الشوط. نشهد ونتابع مشاهدي الأعزاء القادم الحنيش لراشد بن هزاع بن علي العذبة المري. هكذا مشاهدينا الأعزاء النتيجة للمراكز الخمس الأولى، ونعود إلى أول المراكز، نعود مع البداية مع قراش على أول التحديات بشعار دخيل بن سالم بن علي المري، بينما المركز الثاني يأتي للطام بشعار بن بريك في ثاني المراكز، بريك بن محمد بن بريك المري يحتل المركز الثاني ويقدم لنا لطام، بينما المركز الثالث هذا هو بديع مشاهدي الأعزاء لسالم بن محمد بن علي بن صالح المري في المركز الثالث، بينما المركز الرابع شعار بن قحيز يتواجد مع الواعي، والواعي في هذا الشوط سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز المري في المركز الرابع، بينما خامس المراكز يليه مباشرة مشاهدي الأعزاء القادم شعار العذبة مع الحنين للسيد راشد بن هزاع العذبة المري. هكذا مشاهدي الأعزاء النداء لمراكزنا الخمس الأولى في الشوط الأول الخاص للإنتاج والمنتجين وسادس الأشواط ضمن ترتيب أشواط الفترة الصباحية. نعود مشاهدي الأعزاء إلى قراش على بداية هذا الشوط لتخيل بن سالم بن علي المري في أول المراكز، المركز الثاني نتابع القادم بديع لسالم بن محمد بن علي بن صالح بن دوحة المري، وشعار بن قحيز يتسلل مباشرة إلى المركز الثاني مع الواعي سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز المري، بينما المركز الرابع يأتي للطام ليقدم هذا الأداء المميز وهذا الأداء الممتاز، ويعود إلى المركز الثالث بشعار بريك بن محمد بن بريك المري في المركز الثالث، بينما خامس المراكز تأتي الملاحقة مشاهدين الأعزاء من قبل الحنيش لراشد بن هزاع بن علي العذبة المري، وشعار هنا برنس المضمرين القادم في المركز الخامس، ويعلن هذا التحدي والانطلاق في هذا الشوط المميز وتواجده على خامس المراكز. نتابعه ينطلق مشاهدين الأعزاء برزان لجر الله بن حمد بن محمد بن عقيل النابت المري في المركز الرابع، بينما المركز الخامس يأتي زاهي لناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. هكذا مشاهدي الأعزاء النتيجة مع الأسماء القادمة والأسماء المنطلقة في دائرة المراكز الخمس الأولى، ولكن نعود إلى الصدارة إلى قراش. يا سلام يا قراش، لا زال مندفع بناموس هذا الشوط، لا زال يقدم هذا الأداء المميز لتخيل بن سالم بن علي المري على البداية مع قراش، وهنا لطام في المركز الثاني، بريك بن محمد بن بريك المري في ثاني المراكز، بينما المركز
الثالث يحمل الرقم 5 وهو الواعي سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز المري وشعار برنس المضمرين القادم في هذا التحدي مع برزان البارز بتحدياته بتواجده في رابع المراكز جار الله بن حمد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. بينما المركز الخامس نتابع مشاهدينا الأعزاء وصل زاهي لناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. ولكن نعود إلى البداية إلى قروش قراش على الصدارة قراش على المركز الأول لا زال منطلق على البداية لا زال قائدا لهذه المسيرة المميزة. تخيل بن سالم بن علي المري في الشوط الأول الخاصة للإنتاج والمنتجين ياتي على البداية مع انتصاف المسافة 4 كيلومترات. مشاهدين الأعزاء يتبقى عن خط نهاية ونتابع لطام في ثاني المراكز بريك بن محمد بن بريك المري في ثاني المراكز يقدم لطام. بينما زاهي ياتي في ثالث المراكز ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. المركز الرابع نتابع شعار برنس المضمرين مع برزان لجر الله بن حمد بن محمد بن عقيل المري. وهنا القادم مهيض وصلكم مهيض يا سلام يا مهيض 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 هنا لفهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري ليوسان الزاهي في المركز الثاني. وصل شعار الدوسري يقدم لنا اسمين في هذا الشوط يقدم لنا مشاهدي الأعزاء زاهي في المركز الثاني اللي غير مباشرة إلى المركز الأول. وأيضا مهيض بدأ يهيض مشاهدي الأعزاء بدأ يهيض الجميع بانطلاقاته مع ثالث المراكز. المركز الثاني نتابع قراش بدأ يتراجع إلى المركز الثاني بشعار مشاهدي الأعزاء تخيل بن سالم بن علي المري. المركز الثالث مهيض لي السيد فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. المركز الرابع للطام بشعار بن بريك بن محمد بن بريك المري. وبرزان في المركز الخامس للسيد جر الله بن حمد بن محمد بن عقيل المري. ولكن شعار بن قحيز يتسلل إلى خامس المراكز مع الواعي. ولكن نعود إلى البداية نعود إلى زاهي مشاهدين الأعزاء بهذا الأداء الزاهي وبهذا العرض الجميل ينطلق في أول المراكز ومهيض يا سلام الله يا زاهي ومهيض بشعار ناصر بن محمد بن راشد بمحمد الدوسري على أول المراكز. يقدم لنا اسمين في هذا الشوط يقدم هذه الأسماء المميزة هذه النوعية الرائعة في أشواط الإنتاج والمنتجين. نتابع زاهي على الصدارة ولكن مهيض وزاهي. بينما المركز الثالث يأتي قراش تخيل بن سالم بن علي المري. ولكن نعود إلى البداية نعود مع المعركة في هذا الشوط الكبير. مهيض على الصدارة مهيض على المركز الأول فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري يأتي على البداية مع مهيض وزاهي في ثاني المراكز ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. الله يا الإنتاج الله يا ناموس الإنتاج ناموس الإنتاج غير هنا في ميدان التحدي. نتابع المركز الثالث وصل قراش تخيل بن سالم بن علي المري. بينما المركز الرابع ارصد للقدوم يا أبو شارب القادم في هذا التحدي الوصول الكبير يا سلام وصل في هذا الشوط وصل المتحد ليتحد قواه في رابع المراكز في هذا الانطلاق المميز وقادم بكل خطر وقادم ايضا بكل تحدي في هذا الشوط بشعار عبد الله بن محمد بن راشد بن زبدان. المري غير مباشرة من مركز الى مركز وشعار بن بريك ياتي مع الطام وايضا شعار بن قحيز ياتي مع الواعي في المركز الخامس. ولكن نعود الى الصدارة نعود مع الشوط الاول الشوط الرئيسي الخاص للإنتاج والمنتجين. ركز الدوسري وصلوا الأسماء الكبيرة وصلت الشعارات الخطيرة هنا مهيض على الصدارة مهيض على المركز الأول يا سلام يا مهيض الله يا مهيض الله على هذا الأداء الجميل لفهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. ولكن المركز الثاني يأتي زاهي لناصر بن محمد بن راشد الدوسري. ولكن شعار بن زبدان يأتي مع المتحد ليعلن اتحاده في
أول المراكز ويعلن انطلاقته الجميلة في هذا الشوط المميز عبد الله بن محمد بن راشد بن زبداد المري. ولكن القادم ارصد للقدوم مع مغامر، وصل شعار السعاق القادم بكل قوة، القادم في هذا التحدي مع مغامر سالم بن محمد بن علي بن متعب. السعاق المري أحد الأسماء المرشحة في هذا الشوط، ولكن نعود إلى الصدارة إلى مهيض. يا سلام، الله الله الله، مهيض على الصدارة، مهيض على المركز الأول، ياتي على البداية. ولكن وصل شعار السعاق مع ثاني المراكز، يقدم مغامر ليغامر من أجل الناموس، من أجل التحدي، من أجل انتزاع ناموس هذا الشوط. سالم محمد بن علي بن متعب الصعاق المري وهنا زاهي في ثالث المراكز. ولكن نعود إلى مهيض، مهيض على الصدارة، مهيض على المركز الأول. يا سلام يا مهيض على الصدارة، مهيض على الصدارة. ولكن الله الله يا مغامر، مغامر مع ثاني المراكز بشعار بالصعاق القادم مع سالم محمد بن علي بن متعب الصعاق المري. ولكن مهيض، مهيض على الصدارة، مهيض على البداية، مهيض مع الناموس الأول لشوط الإنتاج والمنتجين. ولكن الله الله المركز الثاني، يأتي مشاهدين الأعزاء مغامر سالم بن محمد بن علي الصعاق المري مع ثاني المراكز. ولكن خلاص الناموس مشاهدين الأعزاء ما بين هذه الأسماء المميزة، ولكن الصعاق يذهب مع مغامر، مغامر مع الناموس، مغامر مع التحدي، مغامر مع هذا الأداء المميز. تهانينا تهانينا والناموس لسالم محمد بن علي بن متعب الصعاق المري على اختطاف مغامر بالشوط الأول الخاص للإنتاج والمنتجين. وناموس الصعاق، ناموس على هذا الأداء الجميل مع مغامر، ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني مهيض فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. المركز الثالث الواعي لسعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز المري. المركز الرابع وصل زاهي لناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. المركز الخامس الباز لعبد الله بن علي بن سعيد بن علي بوشارب المري. إذن مشاهدين الأعزاء تهانينا والناموس تهانينا والناموس لمالك مغامر على هذه المغامرة الجميلة في هذا التحدي الرائع. هذا هو مغامر يصل إلى خط النهاية بتوقيت مميز 12 دقيقة 54 ثانية وخمس أجزاء من الثانية خاطفا الشوط الرئيس الأول الخاص للإنتاج والمنتجين. تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن علي بن متعب الصعاق المري. المركز الثاني وصل فيه مهيض، قدم أداء عرض جميل ويشكر عليه، والتوقيت الزمن 12 دقيقة 56 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس لمالك مهيض فهد بن محمد بن راشد الدوسري. للمركز الثالث وصل شعار بن قحيز، والتوقيت الزمني وصل مشاهدي الأعزاء مع الواعي سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز المري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 59 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.